هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ طيبين وبخير مبسوطين؟ جاي لكم بمقطع جديد ومقطع زلها. طبعا مقطع اليوم راح نشوف صحة جلتشات التيك توك لسلسلة جي تي اي منشنتوني عليها. لاحظت الكثير يسأل عن السلسلة، فها هي تعود من جديد بعد قرابة الشهر. لكن صراحة يا اخوان، صراحة خلونا نجلس كذا جلسة مصارحة، جودة فيديوهات التيك توك الجراندية ذات نفسها مستواها جدا جدا سيء وبيض، لذلك منشناتكم اغلبها كان جدا جدا عادية. حرفيا أكثر من 1500 منشن ما عجبني ولا أثار اهتمامي إلا 8 فقط منها. فنداء عاجل يا أخوان، ارفعوا جودة منشناتكم، ويا صناع محتوى تيك توك الفلس ارفعوا جودة فيديوهاتكم عشان نقدر حنا نكمل هذه السلسلة. أما الآن اربطوا الحزمة وخلونا نقش سويا في المقطع. أول فيديو تيك توك جراندي منشني عليه روكت ليج، والفيديو يقول لعبة جي تي اي 5، اذا كنت في مكان معزول وما فيه سيارات وتحتاج لطائرة، ما عليك سوى انك تتصل على هذا الرقم. فبعد ما تتصل على هذا الرقم راح تنزل لك طائرة جدا اسطورية، وراح تقدر تركبها وتسوقها بكل سهولة مثل ما عم تشوف امامكم. وكمان اذا كانت سيارتك متدمرة ومضروبة بهذا الشكل وما عندك درع، ما عليك سوى انك تتصل على هذا الرقم. فبعد ما تتصل على هذا الرقم راح تتعدل سيارتك وترجع مثل ما كانت، وكمان راح يمتلي الدم حقك والدرع مثل ما عم تشوف امامكم. مكان معزول ما في سيارات، ولما لف الكاميرا يا اخوان قدامه 20,000 سيارة. ما ادري ايش قاعد تقول، لكن خلونا نكمل. لما حطينا كلمة السر الأولى اللي ذكرها فعلا كانت صحيحة، ونعم هي أحد كلمات سر اللعبة الرسمية، وراح ترسبل لك طيارة. وكذلك كلمة السر الثانية هي صحيحة، تعطيك الدرع وهيلث وتزبط لك سيارتك. الآدمي صادق ترى، والفيديو صحيح وختم الصدق النهائي، لكن طريقة الإلقاء كانت مستفزة صراحة، وأتوقع هي السبب يا صاحب الفيديو في أنه الفيديو ما يروح إكسبلور. لذلك يا أخوان لو عدل طريقة الإلقاء منشنون على الفيديوهات حقه، غير ذلك لا. ثاني فيديو تيك توك جراندي منشني عليه فاروق، والفيديو يقول السلم المفروض انه ينزلك للمايه، لما تقرب بقى تنزل مايه هتلاقي نفسك راكب اقرب سلم ممكن تشوفه في جراند كلها، ما تعرفش ملبوس ولا ايه، مش فاهم ايه اللي بيحصل. مالك يا تريفور حبيب قلبي، ايه اللي انت بتعمله ده؟ اوكي جميل جدا. لما رحنا لعند السلم ونزلنا منه فعلا الشخصية بدأ يقلتش بشكل غريب، وما ادري كيف رايح يسوي تيليبورت كذا على اليمين واليسار بشكل مريب. طبعا روكستار جيمز ظنت انه سلم زي كذا في مكان زي كذا ما راح نلاحظه، لكننا يا روكستار جيمز لاحظنا. روكستار كانت مبسوطة انه طوال هذه السنين يعني ما حد لاحظه، لذلك ما صلحوا ولا عدلوه. لكن الحين يا روكستار جيمز عندنا علم لابد انكم تصلحونه احسن لنا واحسن لكم، لذلك نعم الفيديو صحيح وراح ياخذ ختم الصدق النهائي. ثالث فيديو تيك توك جراندي منشني عليه محمد، ويقول ترى صاحب الفيديو صادق، والفيديو بالمختصر يطلق على السيارة التمثال الموجودة جنب المطار بالأوتومايزر وتطيح من مكانها، وبإمكانك انك تقودها وتعدلها. ومن هذا الكلام اوكي مثير الاهتمام جدا جدا جدا، رغم بعض الملاحظات. لما رحنا لمكان السيارة ومعانا الأوتومايزر طلقنا على السيارة، طلقنا 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 طلقنا، نهائيا ابدا ما طاحت من مكانها مثل ما ادعى الفيديو. صاحب الفيديو يا اخوان تراه كياس كبير قادم بقوة، فاي فيديو تشوفونه منه في الفترة القادمة في التيك توك تراه غير صحيح، وهو مستخدم مودات الارض عشان يضبط الفيديو بهذا الشكل. لكن في اللعبة الاصلية الفيديو غير صحيح اطلاقا ونهائيا، ولا يمكنك قيادة السيارة التمثال الموجودة جانب المطار. رابع فيديو تيك توك جراندي منشني عليه الاي، والفيديو يقول وجود الدراج السفاحة في لعبة جي تي اي 5، تابع الفيديو. لما تيجوا لهذا المكان على الخريطة، من بعد ما تروحوا يا جماعة على هذا المكان راح تفوتوا على مغارة جدا كبيرة، بس تفوتوا على هاي المغارة راح تظلكم ماشيين بهاي الطريق، وانتوا ماشيين يا جماعة راح تيجوا تصفوا السيارة وتنزلوا منها. من بعد ما تنزلوا يا جماعة راح تيجوا تفوتوا على الهنجر الكبير وراح تلاقوا الدراجة يا جماعة، هاي من اسرع الدراجات الموجودة في اللعبة، صراحة دراجة جدا جدا قوية ومنظرها جدا حلو. الدراجة السفاحة الزمن والله. بحكم يا اخوان اننا وصلنا للجزء 56 من سلسلة
جلتشات التيك توك، مفترض انه تكونت عندكم مستشعرات ومناعة للفيديوهات الكيسية عن الغير كيسية. ويب مستشعري قال لي انه هذا الفيديو كيسي 100%، دباب الفلس ما راح تحصله هنالك، والدباب هذا من الاساس فقط موجود في طور الاونلاين، ولا يمكنك ان تعثر عليه في طور القصة الا عن طريق المودات. وصاحب الفيديو ركب مود رسبنا الدباب وحطه في هذا المكان وسوى الفيديو لنا. وللأسف يا أخوان إنه الكثير، والله مصدقين لنا الآن أكثر من 56 حلقة وحنا نكشف كذب جلتشات التيك توك، لكن إلى الآن في ناس لا زالت تصدقهم. للأسف يا أخوان صناع المحتوى في التيك توك مستواهم في هبوط مرعب جدا. خامس فيديو تيك توك جراندي منشني عليه كينيدي، والفيديو يقول كابت جراند فايف، إذا جيت لهذا المكان في الخريطة لبيت تريفون الجديد وقفت قدام الباب وجيت مص على الباب وغيرت الشخصية، لما توصل للباب ورجعت الشخصية الأولى بتنص من داخل البيت. أوكي، مثير الاهتمام جدا، وتعالوا نختبر. نعم الفيديو صحيح، وملاحظة بسيطة فقط يا أخوان إنه لازم تكون بمايكل أو تريفر عشان تزبط الحركة بالشكل المثالي وعشان تزبط معاك من الأساس. ويب تقدر تستكشف المكان بلا أي مشاكل وبلا أي قروشة، لذلك ختم الصدق النهائي. سادس فيديو تيك توك جراندي منشني عليه حمد، والفيديو يقول غريبة في سان أندرياس لم تكن تعرفها، إذا ذهبنا إلى هذا المكان سنلاحظ هنا مكتوب توقف، ولكن الشيء الذي لا تعرفه هو أن السيارات ستمر بشكل عادي. وإذا لمست إحدى سيارات لن تستطيع دخول. هذا هو المكان، وإلى الحلقة القادمة. اوكي مثير الاهتمام، رحنا للجسر ولنفس المكان في جي تي اي سان اندرياس، وهنالك فعلا حصلنا علامة التوقف وحصلنا ام بي سيز بسياراتهم يمشون، ولما دعسوا عبروا من خلال علامة التوقف مثل ما ذكر الفيديو بشكل غريب ومريب. وايضا نعم لما تلمسهم يصبحون لا يستطيعون العبور من خلالها، لذلك نعم ختم الصدق النهائي. وإليكم سؤال، هل كنتم تعرفون هذا الشيء أو توكم عرفتوه من فيديو اليوم؟ سابع فيديو تيك توك جراندي منشني عليه ميثيك، والفيديو بالمختصر جاء عند غرفة السيكيورتي هذه وطلق على القزاز بالسنايبر، وتشكلت عنده بعض الأشكال على القزاز بشكل مرعب، أشكال مثيرة للاهتمام زي ما تشوفون. صراحة هو أمر مثير للريبة وأثار اهتمامي مباشرة. طبعا لما رحنا لنفس المكان وطلقنا على القزاز بنفس السنايبر، نعم تكسر القزاز لكن نهائيا ما تشكلت معانا أشكال غريبة ووجوه غريبة مثل ما صار في الفيديو. ممكن تقول يا صالح الموضوع ممكن ما يزبط معك من أول مرة وما زبطتها بشكل مثالي، جربت مرة ثانية وبرضو نفس الشيء، ما في لا وجوه ولا هم يحزنون، لذلك الفيديو لا يا أخوان غير صحيح وختم الكيس النهائي. ثامن وآخر فيديو تيك توك جراندي منشني عليه Red Dead Redemption 2، وهو قادم من خوينا الوحش، والفيديو يقول أشخاص في GTA 5 مقتبسين من أشخاص حقيقيين، جيت لهالمنطقة في اللعبة وشفت الصورة وجيت وراها راح تشوف سيارة غريبة، أول ما تسوقها وتروح على الخط السريع راح تقدر تدرفت فيها. حال جيت لهالمنطقة في اللعبة راح تشوف الدبابة القديمة، وهذه الدبابة كانوا راح يعتمدونها في جي تي اي 5، ولكن في التحديثات الأخيرة تم تغيير هالدبابة إلى هالدبابة الجديدة مثل ما انتم شايفينها. المعلومة الوحيدة اللي صدق فيها يا أخوان هي معلومة البداية، بقية المعلومات كلها هبد وأكياس نايلون. الدبابة يا أخوان من البداية روكستار جيمز كانت تبغاها في هذا المكان بهذا الشكل بهذا النوع كزينة وبروب في المكان، ما لها أي علاقة إطلاقا بالدبابة الجديدة اللي نزلت لاحقا. ولو رحت لمكان السيارة اللي ذكرها أكيد 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 يعني ما راح تحصلها ولا هم يحزنون. فنعم
ختم الكيس النهائي لعبود الوحش للمرة المدري كم يا رجل. وتقريبا يا اخوان هذا هو مقطع اليوم، وفي شفنا 8 فيديوهات تيك توك جراندية واثبتنا صحتها من عدمها، واعطينا كل واحد الختم المناسب. شاركونا رايكم في قناة التعليقات على جميع الفيديوهات اللي شاركناكم اياها. طيب كده وصلنا معكم نهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة. سلام عليكم.